جلوسه في كرسي الاحتياط. اوي 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 جول. فريد يمنح هدية على طبق لكليتشي يا ناتشو جول. ليستر يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة 24 الهدف الثاني للنيجيري يا ناتشو في كأس الرابطة لكأس الاتحاد الإنجليزي. فريد أنت المخطئ. مر من أمام فوفانا بوكبا أرضية خطيرة وبا با با جول. جرينوود جرينوود جول. هدف التعديل لمانشستر يونايتد، هدف الثاني هو أيضا في كأس الاتحاد الإنجليزي. لا يفرح ولا يزعل، لا زعل تيليمانس وهرب من هنالك فاردي. تيليمانس 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 جول. تيليمانس بروعة جول. جاءهم من بروسل توغل داخل منطقة العمليات وسدد أمام دفاع يتفرج جول. يا سلام عليك يا يوري تيليمانس. بحثا عن الثالث القاتل أولبرايتون. والثالث القاتل أولبرايتون والثالث القاتل من كيليتشي إياناتشو. يا سلام يسجل ثنائية إياناتشو في الدقيقة 78. 3-1 صارت النتيجة لصالح ليستر سيتي أمام مان